بحضور رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخ أمثال الأحمد الجابر الصباح، أقام المركز ندوة بالتعاون مع فريق الكويت للاحتباس الحراري، وذلك لمناقشة نتائج حملة ساعة الأرض لعام 2011. ويشارك عدد من دول العالم في هذه الساعة من خلال إطفاء الإضاءة الغير ضرورية لمدة ساعة. ساعة الأرض حدث سنوي يأتي في إطار التوجه العالمي للتصدي للتغيرات المناخية، حدث تشارك فيه دول العالم بأجمعه ومنها دولة الكويت، وذلك بإطفاء الإضاءة الغير ضرورية لمدة ساعة واحدة. وتحت رعاية رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخ أمثال الأحمد الجابر الصباح، أقام المركز ندوة بالتعاون مع الفريق الكويتي للاحتباس الحراري للحديث عن نتائج حملة ساعة الأرض لعام 2011. الرسالة اللي بوصلونها الإخوان الشباب إن يعني اشتراك فريق الاحتباس الحراري مع المنظمات العالمية ومتابعة حدث الساعة اللي هو الإيرث أور ييرلي كل سنة، الحقيقة أثبتوا شغلة مهمة جدا ورسالة واضحة يجب أن تكون واضحة لكل مواطن، إن إحنا بس لو إن نعتني بالكهرباء مثلا على سبيل المثال ونطفئ الأنوار في أوقات معينة أو نقلل من استخدام الكهرباء، طبعا استخدام الكهرباء يتطلب إلى إنتاج أول شيء الكهرباء، وإنتاج الكهرباء يتطلب إلى حرق الوقود، حرق الوقود ينتج ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون يؤثر على طبقة الأوزون، وبالتالي يصير في ارتفاع لدرجة حرارة الأرض وممكن تسبب بالمستقبل كوارث كبيرة. الندوة اليوم بتنظيم فريق الكويتي للاحتباس الحراري تحت إدارة المركز العمل التطوعي. الندوة عبارة عن إعلان نتائج حملة عالمية، حملة ساعة الأرض التي قامت في شهر 3، عبارة عن إطفاء الإضاءة الغير ضرورية لمدة ساعة، نهدف من خلالها تقليل من استهلاك الطاقة وتقليل من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هو يسبب من مسببين الاحتباس الحراري. حملة ساعة الأرض حققت هذا العام نتائجا مميزة وملحوظة، تخطت كل التوقعات والأهداف المرصودة لها سلفا، وذلك بفضل تضافر الجهود والتي لم تعد منسوبة لشخص أو جهة معينة، بل أصبحت عملا وطنيا بامتياز. الحمد لله احنا صار لنا 4 سنين نشتغل حق هالحملة، حملة حدث ساعة الأرض، وبكل حملة نحسب نتائج الحملة. بتوفيق من الله قدرنا هالسنة نزيد النسبة بشكل مو طبيعي، نسبة توفير استهلاك الطاقة زادت من 4.71 اللي كانت سنة 2010 إلى 7.25، فلو تلاحظين الزيادة كانت ممتازة هالسنة. نسبة 7.25 من توفير استهلاك الطاقة يعادل تقليل إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون إلى 250 طن من CO2 بالجو، فيعتبر أن تعتبر الحملة الحمد لله ناجحة. الكويت ستستمر بفضل أبنائها وهمامهم العالية بمواصلة تحقيق إنجازاتها على كافة الأصعدة والمجالات، ومنها مواصلة تميزها في المجال البيئي. ندوة نتائج حملة ساعة الأرض لعام 2010 أرادت أن توصل رسالة هامة للمجتمع الكويتي في المقدمة والمجال البيئي. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.